الدرس اليوم محتوى 22 الحصة الأولى، لماذا يتكون سطح الأرض؟ الهدف من هذه الحصة هذه هي أتعرف أن سطح الأرض يتكون من الماء واليابسة بنسب مختلفة. إذن الانطلاقة ستكون من هذه الصورة، ولاحظ الصورة وأعبر عن المكونين الأساسيين فيها. إذن شفنا الصورة هنايا، المكون الأساسيين هي اليابسة، يعني الأرض اليابسة والماء البحار. إذن المكونين الأساسيين هما المساحة الأرضية، مساحة اليابسة، ومساحة المياه، مساحة المياه. إذن السؤال، أتساءل كم يشكل كل من الماء واليابسة على سطح الأرض؟ كم يشكل كل من الماء واليابسة على سطح الأرض؟ إذن هناك عدة فرضيات. الفرضية الأقرب إلى الصواب اللي غادي نتفقوا عليها ونكتبوها هنايا، ونكتبوها هنا، الفرضية هي تفوق نسبة مساحة المياه بكثير نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض. أعيد، تفوق نسبة مساحة المياه بكثير نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض. إذن مجسم للأرض، هو مجسم للأرض، وهذه صورة للكرة الأرضية. إذن كنلاحظوا هنا، كنشوفوا هذه المساحة اللي هي الزرق، هذه كلها مياه، وهذه القارات الخمس، القارات الخمس. إذن معنا مزيان، شفنا كرة أرضية، عجبرو كتبنا هنايا بأن مساحة الماء المياه أكثر أكبر بكثير من مساحة اليابسة. مساحة اليابسة نفس الشيء هنا بالنسبة للكرة الأرضية، شوف نسبة المياه أكثر بكثير من مساحة اليابسة. إذن يمكن لك تبحث في الوثائق عن ما هو أكبر، هل الماء أم اليابسة على سطح الأرض، يعني في الانترنت او في كتب او مجلات الى اخره. اذا اختبر، ابحث في وثائق هنا، الاحظ صورة الكرة الارضية واستعين بمجسمها، الاحظ صورة الكرة الارضية واستعين بمجسمها، اقارن سطح الماء مع سطح اليابسة واستنتج املا الفراغ بما يناسب اليابسة أكبر. إذن سطح الأرض، سطح الماء من سطح على الكرة الأرضية، انطلاقا من هذا المجسم الكرة الأرضية، كنشوف النسبة، يمكن لي نجاوب هنايا وندير سطح الماء من سطح على الكرة الأرضية. يقدر العلماء أن سطح الماء أكبر مرتين من سطح اليابسة، يعني كيعمل جوج مرات من اليابسة. إذا كان لكانت مثلا الكرة الأرضية هي والماء مقسومة على ثلاثة، إذا جوج القسمات ديال الماء، جوج ديال القسمات ديال الماء، والقسمة الثالثة واحد على ثلاثة هي ديال اليابسة. إذا اثنان على ثلاثة هي مياه، اثنان على ثلاثة هي مياه، وواحد على ثلاثة هي اليابسة. اليابسة كتشكل ثلث من الكرة الأرضية، والثلثين الباقيين هي من الماء، كلها مياه البحار. أملأ الفراغات بما يناسب اليابسة الماء سطح. الملخص، يتكون أرض من ومن الماء، سطح أكبر من سطح اليابسة بمرتين. الاستثمار، إذا كان سطح اليابسة والمياه العذبة على الأرض هو ألف جزء، ألف جزء، إذا كان يعني إذا كان سطح اليابسة والمياه جزء بهم، سطح اليابسة والمياه العذبة هو ألف جزء. أحسب سطح المياه العذبة إذا علمت أن سطح اليابسة يمثل 975 جزء. تمثل المياه العذبة على سطح الأرض جزء من الألف،
مثلا تحسب النسبة اللي كتمثلها المياه العذبة على سطح الأرض، على اعتبار أن المياه العذبة على الأرض هو 1000 جزء.